مينتي العبدة المتجوزة واللي كل حلمها ان يكون عندها اطفال احرار زي جوزها جوني، علشان كده قدرت بمساعدة محامي تثبت ان مامتها مفروض تكون اخدت حريتها من اكتر من 10 سنين، وبكده تكون هي واخواتها كمان احرار. وده اللي حصل مع باباها وجوزها، ولما وقفت هي وجوزها وباباها ومامتها قدام السيد اللي يملكهم قالت له اللي انتوا خالفتوا القانون وما حررتوش امي لما تمت 45 سنة زي ما كان العقد. برودس الشخص اللي ملكها قطع ورقة المحامي وقال لها ان امك عبدة عندي لغاية ما تموت، وبكده انت واخواتك واولادك وكمان احفادكم هتفضلوا عبيد عندي. كلماته القاسية اللي في لحظة نهت على امل الحرية عندها، كانت تتمنى تجيب من جوزها اولاد احرار مش زيها عايشين تحت ذل الاسياد. جريت ووقعت وانهارت، وكانت فعلا بتشتكي حزنها لربنا، قالت ان سيدها شرير جدا ودعت ربنا ان هو ياخد روحه بسبب الالم اللي سببه ليها. في الوقت ده اسمها جيديون ابن السيد الشاب واللي تقريبا في سنها، وكبروا مع بعض في نفس المكان، ومن غير ما يقصد طبعا اتعلق بيها وبقى يحبها، لكن رغم حبه ليها هو عارف ان هي عبدة وبيتعامل معاها بمنتهى القسوة. وطبعا زاد غضبه لما سمعها وهي بتدعي بالموت على باباه، وبعد ما ضربها بالقلم على وشها قال لها ان باباه عنده حق لما قال ان العبيد هم زنوج خنازير وانتي واحدة منهم، واللي في الاساس مش لازم نفتكر اسمائهم. مينتي السيدة المسيحية المتدينة واللي عندها قدرة تحلم بحاجات ممكن تتحقق، ولما شافت وش سيدها في الحلم قامت مفزوعة على صريخ زوجته وعرفت ان هو مات. كان ابنه بيبص عليها وغضبان جدا لانه شاف ان ربنا استجاب لدعوتها بعد ساعات بسيطة جدا، الشيء اللي خلى غضبه يزيد ويعلن عن بيعها رغم ان هو كان رافض ان هو يبيع العبدة دي بالذات لما كان باباه عايش. مينتي اللي لما تغمض عينيها بتحس باللي بيحصل شافت نوايا سيدها وعرفت ان هو هيبيعها، وبكده هيفصلها عن جوزها وكمان عن اسرتها. قررت تهرب من المكان، ولما جوزها قال لها هيروح معاها كانت رافضة لانه حر ولو مسكوه هيرجع تاني عبد من جديد، علشان كده قدرت تخدعه وقالت له ان هي هتستناه عند البوابة وهربت لوحدها. واللي ساعدها باباها واللي ادالها اكل علشان يكفيها طول الطريق، طلب منها انها تروح لرجل الدين وهو هيعرفها تعمل ايه وتروح فين. رجل الدين اللي محدش يعرف ان هو بيساعد العبيد في السر قال لها لازم تعرفي ان انت لو هربتي هتكوني وحيده، ومسك ايديها وقال لها افتكري كلامي ده كويس قوي ان الخوف هو عدوك الوحيد ولازم تثقي في ربنا. فعلا بدات رحله الهروب بعد ما عرفها الطريق، الشيء اللي كان صعب جدا عليها. في الوقت ده عرف سيدها انها هربت، وطبعا عزب جوزها وكمان باباها علشان يتكلموا، اللي طبعا رفضوا ان هم يقولوا اي حاجه عنها. وهي قضت الليل نايمه وسط الغابه، ولما طلع الصبح عليها وصلت للنهر، لكن قدر يلحقها سيدها ومعاه المساعدين بتوعه وطلب منها انها تستسلم وترجع تاني. قال لها ان هو مش هيبيعها، لكن هي قالت له ان الموت او الحريه، ورمت نفسها من فوق الجسر على النهر، والكل عرف انها ماتت، لكن هي قدرت تطلع من النهر وبمساعده اشخاص ضد العبوديه قدرت توصل للحريه. كانت بتبص على البلد اللي هتعيش فيها حره واللي فصلتها عنها خطوات بسيطه، وقلبها اتملى بالنور اللي شبه شروق الشمس بعد الظلمه، واخيرا وصلت لحلمها ووصلت للسيد ويليام ستيل رئيس جمعيه مكافحه الرق، واللي استقبلها استقبال كويس جدا، لكن طلب منها انها تغير اسمها لان كل عبد بيجي هنا بيغير اسمه. مينتي اللي قالت له اختار اسم امي هاريت ومعاه اسم جوزها اللي بتحبه توب مان، وبقى اسمها هاريت توب مان. ويليام واللي سجل كل المعلومات عنها لما كانت عبده وعرف ان في جرح في راسها كان من مشرف عليهم، المشرف اللي خبطها وهو بيحاول يضرب عبد تاني، والخبطه تسببت انها دخلت في غيبوبه لمده شهرين لما كان عمرها 13 سنه، ومن اليوم ده لما بتغمض عينيها بيجي لها هلوسه، الشيء اللي فسرته ان هو بيكون لقاء مع ربنا. كمان افتكرت ذكرياتها السيئه لما باعوا اخواتها الاثنين البنات واللي كانوا بيصرخوا مش عارفين هم رايحين فين، ومن اليوم ده ما شافتهمش تاني. ويليام اللي حس بيها طمنها قال لها خلاص الحياه دي انتهت ومن النهارده انت هتعيشي حره، وفعلا قدر يوصلها لبيت السيده ماري السيده الحره من يوم ولادتها، ورغم كده بتساعد العبيد اللي عايزين ياخدوا حريتهم. مرت سنه على حريتها وكانت بتشتغل اي حاجه علشان تعيش، لكن كانت حزينه طول الوقت بعيد عن اهلها وكمان جوزها اللي بتحبه، علشان كده قررت ترجع تاني تجيب جوزها ويعيش معاها هنا. ولما طلبت من ويليام يساعدها قال لها اللي بتعمليه ده جنون وهيعرضك للخطر، لكن هي شايفه ما دامت قدرت تهرب مره تقدر تعملها مره كمان. قالت له ان ربنا هو اللي ارشدني علشان ارجع لاهلي، وراحت فعلا وكان معاها اوراق مزوره بتثبت ان هي حره. ولما وصلت على جوزها جوني اتفاجئ بيها جدا، قالت له ان هي هنا علشان تاخده معاها، لكن هو قال لها ان هو افتكرها انها ماتت. قال لها كمان ان هو خلاص مش هيقدر يسافر معاها لانه اتجوز من سيده حره زيه واللي بقت حامل منه. هاريت كانت مصدومه على الحب اللي كان بينهم وانها سنه كامله عايشه على عذاب فراقه، وهو في الاخر نسيها واتجوز
يتجوز من واحدة تانية، وكمان قدر يحقق حلمه أن يكون عنده أولاد أحرار. في الوقت اللي هو اتجوز فيه هي كانت بتختار أن يكون اسمها على اسم جوزها اللي بتحبه. وقفت محتارة ومبقتش عارفة إيه السبب أنها رجعت لهنا، لكن في لحظة فهمت أن مش سبب رجوعها هو إنقاذ جوزها، لكن كان في سبب تاني، وأنها تقدر تنقذ أخواتها الاتنين واللي كانوا هيتباعوا. كمان قدرت تنقذ 9 أشخاص، من ضمنهم سيدة مسنة وكمان طفل رضيع. ولما وصلت بيهم للسيد ويليام كان فخور بيها جدا، مش مصدق الإنجاز اللي هي عملته، شايفها قد إيه سيدة قوية. لكن هي رجعت وقلبها مكسور بعد ما جوزها استبدل حبها بواحدة تانية غيرها حرة، ويليام، واللي أعجب بشجاعتها فعلا، علشان كده خلاها عضوة في لجنة تهريب العبيد، اللجنة السرية، واللي بقت واحدة من أعضائهم هي كمان. الأعضاء استقبلوها استقبال كويس جدا وكانوا فخورين بيها. بقى هدفها الأساسي إنها تنقذ العبيد وتحررهم رغم قسوة المهمة اللي هي بتعملها، لكن كانت مؤمنة إن هم يستاهلوا يعيشوا أحرار، علشان كده كان بيجيلها القوة وتقدر تكمل مهمتها. وتعرفت في المكان باسم موسى محرر العبيد، لكن ما كانش حد يعرفها ان هي موسى غير اعضاء اللجنة. بعد كده قررت ترجع نفس البيت علشان تنقذ اختها ماري، لكن الاخت رفضت انها تهرب لانهم اخدوا اولادها منها. قالت لها انا مش ممكن اهرب واسيب ولادي وانا مش عارفة مكانهم فين. ورغم محاولات هارت انها تمشي معاها، لكن قدام رفض اختها استسلمت. في الوقت ده انتشر للدولة اخبارها وبدأوا يدوروا على موسى الشخص اللي بيهرب العبيد، لكن طبعا هي ما استسلمتش ولسه بتعرض حياتها للخطر علشان تنقذ الارواح المتعذبه تحت مسمى العبوديه الظلمه. بعد كده عرفت ان اختها ماتت، ندمت جدا وحست انها السبب لانها سمعت كلامها وسابتها. ورغم حزنها على اختها لكن ما ضعفتش، قويت اكتر واستمرت في المهمه الخطيره اللي هي بتقوم بيها. وقفت قدام اعضاء اللجنه واللي قرروا انهم يهدوا الامور شويه لغايه ما تقوم حرب اهليه وينقذوا العبيد، لكن هي قالت لهم مش ممكن نستسلم ونستنى حرب اهليه. قالت لهم انتوا ما تعرفوش يعني يا عبد، عشان عندكم بيوت جميله وازواج احرار واولاد مستمتعين بوقتهم. العبد يعني طفل بيتدرب علشان يشتغل وهو اصلا ما يعرفش يعني ايه شغل، وبنات بيغتصبوهم وهم اطفال، ورجاله بيتدربوا لغايه ما يتقطع جلدهم، وامهات واخوات بيتحرموا من بعض علشان بيتباعوا. قالت لهم كمان انا كنت بسمع ألمهم وعياطهم وانا كنت واحده منهم، كنت حاسه بعذابهم لاني بينادوني زيهم يا زنجيه، علشان كده لاخر لحظه في عمري واخر نقطه في دمي هحررهم من الظلم. فعلا قدرت تروح مرة تانية علشان تاخد باباها ومامتها، وهجمت على البيت وقدرت تاخد بنت أختها كمان. ومش دوله بس، كمان قدرت تاخد عبيد كتير واللي لجأوا ليها علشان تنقذهم، واللي كانوا في لحظة هيتقبض عليهم كلهم، لكن هي وصلتهم للمركب بأمان. وقررت إنها تواجه سيدها بنفسها، سيدها اللي قال لها ما تنكريش إن أنت حبيتيني زي ما أنا حبيتك، لكن بسبب جنونك بعدتي عن المزرعة. لكن هي قالت له إن إحنا اتولدنا أحرار وهنعيش أحرار وربنا هيعاقبك على ظلمك لينا، والصراخ والعياط اللي كان من شباب لغاية ما بيموتوا، وعلشان إيه؟ هدف شرير وظالم. وفي لحظة اتبدلت الأدوار وهو كان راكع وهي ركبت حصانه علشان تمشي. السيد اللي ما كانش بيناديها هو وباباه غير بالزنجية قدرت تنهي عليهم بعد ما أخدت كل العبيد اللي عندهم وحررتهم، وكانت سبب في إن هم هيضطروا يبيعوا المزرعة ويعلنوا إفلاسهم. القصة حقيقية لهاري التوبمان، الناشطة في مجال إلغاء الرق وحقوق الإنسان، اللي قدرت تنفذ 13 مهمة وأنقذت 70 شخص من العبودية، وبعد الحرب نضلت علشان تكون للمرأة حق التصويت، وكانت أول امرأة تقود حملة مسلحة في الحرب، واللي قدرت فيها تحرر 700 شخص من العبيد. عاشت حياتها علشان تحرر غيرها، وماتت وهي عندها 91 سنة، ماتت حرة وسط اللي بيحبوها. عاشت وماتت وهي مؤمنة ان مفيش حد اتولد عبد وربنا خلقنا احرار. هارت وهبت روحها علشان تكون جسر يمر عليه المحتاج ويوصل لبر الامان. ورغم انها قدرت تخلص نفسها، لكن كانت مؤمنة ان خلاصها الوحيد في مساعدة غيرها. كانت مؤمنة كمان ان انت لما تساعد انسان علشان يطلع جبل فانت هتوصل للقمة معاه. الانسان الصالح زي الورد، لونه من الأمل وعطره مساعدة الغير، علشان كده اعملوا الخير بصوت هادي وبكرة هيتكلم فعلك بس بصوت عالي.